if you look at the facts, you are right. بص الحقيقة حياتك عندك حق. الحقيقة. But that's football for you. دي كرة القدم بالنسبة لك. So probably we should correct that. بس ممكن نبقى نصلح ده. ممكن نصلح ده بعد كده. إن شاء الله. أسئلة؟ اتفضل يا فندم. كونجراتيشن. طب حضرتك عايز صوتك من فضلك. اه كونجراتيشن فوتبول شكرا شكرا. تشامبيونز ليج. بيجي جيمز ولا كده. مش انا سامع حياتك معلش ممكن تعلي صوتك من فضلك؟ اه ده في افريقيا ولا في الدوري فاهم؟ اه the last games we don't keep the same level some games was very high level technically and some games is very low we didn't keep the same level maybe because of absence no we didn't play well لا مش حكايه تباين المستوى احنا النهارده ما لعبناش كويس I'm disappointed with my team. انا محبط من فرقتي myself included وانا كمان محبط من نفسي انا برضو من فرقتي ومن نفسي كمان we didn't play well ما لعبناش كويس it's not the last five minutes مش فكرة آخر خمس دقايق بس last 15 minutes ولا آخر 15 دقيقة we didn't have the game ما مسكناش الماتش في ايدينا خاصة في آخر ربع ساعة سيبنا الماتش يهرب مننا but you should have finished it in the first half كان المفروض نخلص الماتش من الشوط الأولاني we had all the chances in the first half جات لنا فرص كتير أهدرناها في الشوط الأولاني the football will always punish you if you don't take the chances كرة القدم بتعاقبك لو أنت ما ترجمتش فرصة جات لك لأهداف بتتم عقوبتك اتفضل يا فندم رؤيت what is your vision for the nation now you are you lost today two points what is your vision for the rest of the games for the competition for the title we have to fight for the dowry كنا نقاتل على اللقب what else can we do عندناش حاجة تاني نعملها we have to try and fight نحاول ونقاتل ونحاول is not easy in our hands دلوقتي بقتش سهلة بقتش في ايدينا قوي زي الاول so but that's football بس دي كرة القدم I don't know what's coming بس مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده we might be in a better position we might not ممكن بعد كده يبقى مصلحتك بعد كده حاجات تحصل مصلحتك او لا ممكن ما تعرفش until to the end because only God knows what's going to happen at the end بس هو تقاتل لغايه اخر ماتش لان ربنا وحده يعرف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده في الاخر انت مش ممكن تقول ممكن اقول ربنا هو اللي يعلم ايه اللي ممكن يحصل في اخر مسابقتين في اخر ماتش اتفضل يا فندم كل جاي في الشامبيونز ليج النهارده The level is not the same like the Champions League. Maybe because of absence for the play for the German Olympic national team. If I want an easy way out to make excuse, I can say that. لو عايز اطلع نفسي الموضوع اشوف الموضوع سهل العذر السهل اقول لك اه عشان غيابات اللعيبه راحت المنتخب الاولمبي. But I'm not the coach who's going to make excuses. لكن انا مش من نوعيه المدربين اللي بنوجد اعذار بدور اعذار. And blame the referee. والوم التحكيم والوم الحكم. Blame the six players who went to the Olympics. والوم اقول غيابات الست لعيبه اللي راحوا المنتخب الاولمبي. We knew about that before. احنا كنا عارفين من الاول ان في لعيبه هتروح المنتخب الاولمبي. And we need to support the country. المفروض نساعد بلدنا المفروض ندعم بلدنا we have to support the country. طبعا كده لازم نساعد بلدنا المفروض yes it's not a FIFA calendar game طبعا ده مش في مش اجنده الفيفا ماتشات الفيفا الدوليه you can say no if you want. وممكن تقول لا لو انت مش عايز تدي لعيبه like تقول لا other teams in Europe, they said no. زي في اوروبا في انديه كتير قالت لا مش هسيب لعيبتي but we support the national team. بس احنا بنساعد منتخب بلدنا وسيبناهم and you will always be affected either way طبعا لازم بشكل او باخر تتاثر يعني. But if I want to make an excuse easy way I will say yes. لما عايز ادور على عذر سهل اقوله اقول اه طبعا اتاثرت بالغيابات دي. في اسئله تانية ولا خلاص؟ Thank you.